العلاقات المتوترة مع روسيا والاستثمارات من أهم القضايا التي ناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل قادة الاتحاد أقر خطة استثمار ضخمة بقيمة 315 مليار يورو لاستحداث حوالي مليون ونصف المليون منصب عمل نريد أن نضمن أنه من خلال تشجيع الاستثمار في أوروبا يمكننا إعادة إطلاق النمو الاقتصادي وبالتالي حشد الأموال العامة والخاصة لزيادة أعداد الأشخاص العاملين وبالتالي التقليل من عدد أولئك الذين هم من دون عمل قال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر رئيس المجلس الأوروبي ركز على ضرورة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية والبحث عن استراتيجية حيال روسيا الوضع في اوكرانيا لا يزال في غايه الاثاره والديناميكيه ويتطلب استجابه فوريه ولهذا السبب ناقشت مساله تقديم الدعم المالي لاوكرانيا من الواضح اننا لن نجد حلا طويل الامد لاوكرانيا دون استراتيجيه اوروبيه مناسبه ومتناسقه تجاه روسيا دول الاتحاد الاوروبي تسعى الى التقدم بسرعه للحصول على نتائج ملموسه فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه على الرغم من تقديم الخطة الاستثمارية كنموذج لمفوضية يونكر، فقد وضعت فضيحة لوكسليك التهرب الضريبي في صلب النقاش حول كيفية الحصول على المزيد من المال للإنفاق العام. في هذه الوثيقة نتائج القمة قادت طلب بتشريع جديد يضع المزيد من الشفافية والتنسيق بين الدول الثمانية والعشرين. تقول مراسلة يورونيوز في بروكسل. <applause>